هنرجع اللعيبه دي هتتمرن تاني النهارده بالمناسبه، هم دلوقتي في الطياره وراجعين بالسلامه. اللعيبه دي راجعه تاني هتنزل مطار القاهره، هتاخد اجازه او هنشوف اللي هيحصل وهنقوله لحضراتكم من خلال قناه النادي الاهلي، وبعد كده اللعيبه هترجع تتمرن عشان تلعب الشوط الثاني. ربنا يكرمنا ونكسب ونفوز في الشوط الثاني، ربنا يكرمنا نكسب ونفوز في الشوط الثاني، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اول مباراه في الدوري هنقول لحضراتكم دلوقتي قدام الاسماعيلي، طيب مباراه صعبه في ظل التجديدات او تجديدات النادي الاسماعيلي لفريقه بالكامل، فعندك مباراه صعبه، فريق كبير النادي الاسماعيلي، فريق عظيم، فريق جماهيري، تقدر تتكلم عنه، تقدر تتكلم في هذا الامر. ولكن انتهت المباراه بفوز النادي الاهلي 1-0، هو ده اللي نقدر نقوله في مثل هذه المباريات بالمناسبه. هو ده وجهه نظري، انا اسف لكن ده من الطياره. طبعا عندنا كذا حوار مع كولر ومع علي معلول ومع اختصوا بيهم قناه النادي الاهلي، وهنزلهم لحضراتكم مباشره كمان شويه. لكن واحنا بنتكلم كده مبسوطين، كلنا كاهلاويه مبسوطين وسعداء وكل حاجه، ولكن بالمناسبه ده الطبيعي ان النادي الاهلي يفوز على الاتحاد المنستيري، ده الطبيعي. لا يوجد شيء يدعو للتهليل، لا يوجد شيء يدعو لأي حاجة أخرى أو الفرحة المبالغ فيها. احنا لسه لم نصعد إلى دور المجموعات، لسه مباريات كثيرة جدا. الفرحة الكبيرة جدا إن شاء الله تبقى في وجهة نظري إن الفرحة الكبيرة تبقى في المباراة النهائية. فكسبنا المباراة الحمد لله، مبروك يا شباب، مبروك لرجالة النادي الأهلي، مبروك للمدير الفني مارسيل كولر. هنبتدي نقيم مارسيل كولر، نبتدي نتكلم عن مجموعة اللاعبين اللي موجودة في الملعب، هنبتدي نشوف هل سيتم تثبيت هذا الفريق ال 11 اللي بيلعبوا ولا هيغير؟ ما حدش عارف. أنت عندك النهاردة بسم الله ما شاء الله، وده الكلام اللي أنا كنت بقوله، وبعض من حضراتكم انتقد الكلام وقال لك انتوا بتطلعوا يا اسلام، عشان حتى بعض اصدقائي يعني كلموني قالوا لي انتوا بتطلعوا بس علشان يعني تطبلوا لمجلس الاداره، وهذه ليست الحقيقه. احنا بنقول وجهه نظر فنيه خالصه، يعني انا شايف ان ده اللي بيحصل. يعني تخيل حضرتك النهارده في 11 في الملعب بيلعبوا وفي 7 قاعدين بره كلهم احسن من بعض. يعني تخيل محمود متولي ومحمد عبد المنعم في بره، ياسر ابراهيم وايمن اشرف، اكرم توفيق في محمد هاني، علي معلول في ايمن اشرف، ايمن اشرف يلعب في الناحيتين سواء ستوبر او ناحيه الشمال. في وسط الملعب حمدي فتحي قاعد بره، ناحيه اليمين حسين الشحات قاعد بره، ناحيه الشمال حسام حسن ومحمد شريف قاعدين بره. هو ده الكلام اللي احنا دايما كنا بنقوله لحضراتكم، لسه الايام جايه. هل ده معناه ان الموضوع انتهى خلاص ومفيش اي؟ لا، النادي الاهلي لو محتاج صفقه هيجيبها، وده كلام مهم جدا وبقول لحضراتكم كل يوم. البعض من لا يشجع النادي الاهلي بيطلع يقول اصل انتوا بتضحكوا على الجمهور. ما بنضحكش، احنا جمهورنا ما بيضحكش عليه، احنا جمهورنا ده افضل جمهور في العالم واحسن جمهور واعي وذكي، بيشوف الاول وبعد كده يقيم، مش بيجري وخلاص، مش بيشتم او بينتقد وخلاص. لا، جمهورنا ده افضل جمهور، جمهورنا ده احسن جمهور، جمهورنا ده ال 20 30 واحد اللي موجودين هناك النهارده في المباراه، ايه الجمال ده؟ صوتهم مغطي على المجموعه اللي موجوده على جمهور المينستيري كلهم حاجه. هو ده جمهور النادي الاهلي بالمناسبه.